حسانك يا ابو ابراهيم. صح حسان ابو علي. عندي ولدي اصغر عيالي عبد العزيز ثم محمد. محمد الصغير مره الولاد عاد محمد انا شوي مع عيالي كنا مصدقاء يعني اضحك انا وياهم ما فيش. عاد محمد اطول مني بشوي مشغلني تو طايل شوي واشغلني يجي جنبي يبي ينبغط يجي جنبي يحط يده كذا يقول شوف يا ابوي اطول منك شوي. قلت شوف محمد ترى ما عقلت بتفاهم معك هذا انا ما زهنه والله يا ابو عبد العزيز ابوريك صوره معي هنا زين والله سويت فيه حركه ولدي ما عاد قالها عاد اليوم سويت وانا امشي انا وياه يا ابو صالح اي نعم واشوف لك سوداني طويل طوله مترين وزياده والله يا ابو سليمان قلت له لحظه لحظه يا زول كيف فيك قلت له تكفى الله يرحم والديك بصورك مع ولدي قلت تعال قلت تعال محمد وقف عند السوداني هذا الحين علمك منه الطويل والله اوريك صورته يا ابو سليمان والله يا السوداني ذا طويل يوم وقف صار محمد ولدي كذا مسوي اصغير عندك ها مزعجني بطولك كل شوي تقول انا اطول من خل والله صار لا شيء من يومها كل ما بغى يقول طويل اوري صوره الزول ذا والله يا ابو سليمان ان ضحك ضحك عليه بعدها شوف شوف ابو سليمان ما شاء الله والله يا هو طويل نزول ما شاء الله قال بس داير داير لك الله ما يقول ما تنزلها في السناب قلت لا لا بس صوره خاصه اشهد الله شوف طوله مترين وزياده والله شوف محمد هاشم محمد بعدها ما عاد قال لي انا طويل ولا شيء عقل بعده والله ضحكنا ضحك عليه انا وري ابو والله رايك شوف طوله ما شاء الله السوداني ذا شوف طوله شوف ابو عبد العزيز هذه بالحرف لا 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 قال اقعد والله والله شوف ما عاد قال شيء والله بعده ابو عبد العزيز تاب الى الله قال اقعد بعدها تاب الى الله ما عاد يقول انا اطول منك يا ابوي هذا الدرس ما ينساه يا ابوي انا احب امزح مع العيال اضحك انا وياهم هذا الصح هذا الصح وياهم ينبسطونهم هذا الصح عاد سبحان الله حتى عيالي يقول ابوي ما نقعد زياده كلم القناه قلت اشغلني ولد الحسين من هنا ابراهيم من هنا ابو عبد العزيز حتى ابو سليمان يصور لي الطبخ خلاني اجي غصب ما شاء الله الشوق لكم والله والرساله اللي احنا نأديها في هذا المجلس